أرحب بكم مشاهدينا مجددا، أهلا بكم إلى محطة نقاشنا لنهار اليوم، متابعة لكل التطورات الحاصلة في قطاع غزة وفي رفح تحديدا، حيث وصل طيران الاحتلال الصهيوني غاراته على رفح جنوب قطاع غزة موقعا عددا من الشهداء والجرحى في الوقت الذي أعربت فيه واشنطن عن تفاؤلها بإمكانية تضييق الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان. وفي الساعات الأولى مشاهدينا من فجر اليوم الأربعاء، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح جنوب قطاع غزة، كما شهدت أطراف المدينة اشتباكات وقصف مدفعي عنيف خاصة في حي السلام شرقي المدينة. يأتي ذلك في ظل ترقب لما ستفرزه استئناف المفاوضات بالقاهرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسيطين القطري والمصري لوقف إطلاق النار، أين نقلت شبكة NBC الأمريكية عن مسؤول أمريكي أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين والمصريين يحاولون حل خلافات مختلفة بشأن الصفقة وأن استمرار التفاوض يعد أمرا إيجابيا. مشاهدينا، للحديث أكثر حول كل هذه التطورات والمستجدات ينضم إلينا من الخليل الدكتور أحمد شديد المختص في الشأن الصهيوني. أهلا بك دكتور. أهلا بك، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير. بداية وقبل الشروع في النقاش حول كل هذه التطورات، ننتقل في هذه المشاهد والصور التي تأتينا مباشرة من مدينة رفح في قطاع غزة، حيث تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والقوات قوات الاحتلال الصهيوني في شرق رفح، وفق ما أعلنت عنه كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، حيث أعلنت على أنها تخوض اشتباكات ضارية في منطقة في شرق رفح، بالإضافة إلى سرايا القدس التي قالت أنها تخوض أيضا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وأليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح. وهذه الصور التي تأتينا مباشرة من منطقة رفح التي تعج بعدد كبير من النازحين، 1.4 مليون نازح في تلك المنطقة هذا، وشهدت صبيحة اليوم المنطقة استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال جنوب رفح. وأفادت في هذا الجانب وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين، كما استشهد أيضا 7 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف على حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي هذه الصور أقول مشاهدينا المباشرة، حيث تظهر فيها خيم النازحين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. أعود إليك دكتور أحمد شديد ونحن نتابع هذه الصور من رفح. دكتور أحمد، المقاومة وافقت على مقترح الوسطاء ونتنياهو اليوم يحاول اجتياح منطقة رفح، وبالإضافة إلى احتلاله أمس معبر رفح وكرم أبو سالم، ما الذي يحاول فعله نتنياهو في هذا التوقيت بهذه العمليات؟ يعني نتنياهو هو يحاول أن يصوب مسار التاريخ كما قال في أكثر من مناسبة، وتصويب الأخطاء التي وقع بها بيريون مؤسس الدولة وشكول الذي قاد حكومة الاحتلال عام 1967، ورابين الذي ذهب باتفاق أوسلو، أي أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى إتمام ما قام به ما بدأ به بنغوريون من تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه إلى الخارج إلى الشتات، وكذلك ما خلفه أشكور رئيس الحكومة عام 67 واتفاق أوسلو إلغاء له وصولا إلى تهجير الشعب الفلسطيني. وعندما نتحدث عن فكرة التهجير في تفاصيل تتعلق برفح أو خان يونس أو المغازي أو البريج أو الصبرة، هي ليست مبالغة، إنما هي حقيقة وعي وتفكير وثقافة بنيامين نتنياهو والحكومة التي هو مسلح بها
وليس محاصرا بها كما يعتقد البعض. وبالتالي بنيامين نتنياهو يهدف الى الضغط على الشعب الفلسطيني من اجل التوجه جنوبا الى سيناء الى الاراضي المصريه، ولكن حقيقه هناك اصوات خجوله من بنيامين نتنياهو وحكومته اليوم، اذ ان الصوت العالي والفكره التي طرحت بشكل كبير وبصوت جهور من قبل سمودريتش والكوش وزير التعليم العالي في اسرائيل، اضافه الى ما قاله نتنياهو عن التهجير، قد تراجعت حدتها ولكن الهدف ما زال قائما. الحده بالقول تراجعت بفعل الموقف المصري الحقيقه، يعني موقف يحسب لمصر رفضها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين ضمن مخطط او خطه لتهجير الشعب الفلسطيني. وبالتالي اليوم بنيامين نتنياهو الذي يخشى ويخاف على كامب ديفيد من الانهيار جاء بخطط عسكريه لتضليل العام والراي العام العالمي، اذ انه بدا من الزاويه الصفر مع الحدود الفلسطينيه المصريه وصولا الى معبر رفح بعمق حوالي 3 كيلومترات، موهما للعالم بانه يسعى الى دفع الفلسطينيين الى الواجهه الشماليه، وهذا قولا واحدا والمنطق والواقع يكذب ذلك، اذ ان جيش الاحتلال الذي يضغط جنوبا من الجنوب باتجاه الشمال يمنع المواطنين الفلسطينيين النازحين العوده الى منازلهم باتجاه الشمال من نقاط خان يونس ودير البلح وصولا الى غزه. وبالتالي بنيامين نتنياهو يريد ان يقول للعالم انه يسعى، وخاصه الولايات المتحده، انه يسعى الى تامين السكان، وفي حقيقه الامر لدى العقل الباطن لبنيامين نتنياهو مخطط ما زال قائما وحاضرا، وهو فكرة التهجير. سيطرته على معبر رفح هي تهيئة، هي سيطرته على معبر رفح، سيطرة قواته على معبر رفح هي تهيئة للخطوة التالية التي سيسعى بنيامين نتنياهو لتحقيقها، هو المتمثل بفتح الحدود من الجانب الفلسطيني أمام السكان مع استمرار الضغط من الجنوب، بمعنى بأن من الشمال عفوا، بمعنى بأنه ما زالت منطقة خان يونس التي هي الواجهة الشمالية لرفح ما زالت مغلقة أمام الفلسطيني ويمنع الفلسطيني التحرك إليها. طيب دكتور أحمد، مع مطالبة واشنطن من الكيان إعادة فتح معبر رفح وحديث عن احتجاج مصري بشأن المعبر ومحور فيلادلفيا، ما هي المآلات والتداعيات المتوقعة في ظل هذا الإصرار الصهيوني على المضي في اجتياح رفح؟ أشكرك. يعني الأمريكي هو جزء من الهجوم، جزء من العدوان على الشعب الفلسطيني. إسرائيل اليوم وقبل قليل قامت بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، والذي هو منفذ بري ما بين الأراضي الفلسطينية أراضي قطاع غزة وما بين الأراضي الفلسطينية منذ العام 48 التي تسمى إسرائيل. وبالتالي إسرائيل اليوم قالت للأمريكي وللعالم بأن المعبر لإدخال البضائع قد تم فتحه، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، ومعبر رفح ما زال مغلقا، بمعنى بأنه الآن الحجة الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات قد سقطت بفتح إسرائيل معبر كرم أبو سالم، ومستقبلا، وهذا الذي حقيقة وسطاء الوسط المثقفين في إسرائيل تحدثوا عنه وحذروا من الوقوع به إسرائيليا خوفا على اتفاق كامب ديفيد طبعا ومن انهياره، وليس خوفا على الشعب الفلسطيني، وهو فتح المعبر، فتح معبر رفح أمام المسافرين أو أمام الذين يرغبون بمغادرة القطاع أو أمام الضغط العسكري من الواجهة الشمالية. وبالتالي يصبح التهجير أمرا واقعا، على الأقل لو تحرك 100 إلى 150 ألفا من الفلسطينيين إلى الجانب المصري كفيل بأن يحدث أزمة، وبالتالي هذا ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو. طيب دكتور أحمد، هل سيعقد هذا الأمر من ملف المفاوضات الجارية في مصر حاليا؟ يعني أثبتت المقاومة الفلسطينية أنها منفتحة على كافة المقترحات وأنها وافقت على الورقة المصرية رغم التحفظات الكثيرة وفق ما نشرت في الإعلام، ولكن الذي أعلن رفضه للورقة هو بنيامين نتنياهو، الذي سحب اعترافه وموافقته على الورقة المصرية هو نتنياهو وحكومته، الذي أعلن بأن الجيش ذاهب للضغط على المقاومة من أجل قبول بالورقة، وهذا منافي للمنطق إذ أن المقاومة قد أعلنت موافقتها على الورقة هو بنيامين نتنياهو، الذي حرك الجيش واليوم ومساء أمس يقول بأنه سيضغط على المقاومة الفلسطينية على حركة حماس من أجل إطلاق سراح أسرى، أي أن هناك تحول في المنطق والتكتيك والتوجه الإسرائيلي، بدأ منذ 48 ساعة بالضغط على المقاومة من أجل القبول بالورقة،
قبول المقاومه بالورقه المصريه وجه برفض اسرائيليا، ومره اخرى بنيامين نتنياهو يوم امس يطالب او يشترط استمرار العمليات العسكريه او وقفها باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين. هذا المنطق الذي نسميه منطق نتنياهو حقيقه هو منطق فقط يرتكز على القوه ويعتمد على قوه السلاح ليس على امر اخر، وان بنيامين نتنياهو يستمع الى كافه المستويات في الاداره الامريكيه، و كيربي وسيلوفان اكثر من تحدثا عن متانه العلاقه الامنيه والعسكريه مع اسرائيل في الساعات الاخيره الماضيه. بالتالي بنيامين نتنياهو لديه ضوء اخضر من الاداره الامريكيه. المواقف الشاجبه والمندده والمستنكره هي لا تبني واقع ولا تخلق حقائق على الارض، وبالتالي بنيامين نتنياهو اليوم يهدف وقولا واحدا الى التهجير. وما مساله الاسرى، وهذا الامر سبق وان تحدث به صراحه جدعون ساعر الوزير المستقيل من حكومه بنيامين نتنياهو، ان قضيه الاسرى لا لا, لا لا تهم بنيامين نتنياهو كثيرا، ولم يكن بنيامين نتنياهو يوليها اهميه ان كان ذلك في حوارات ونقاشات الحكومه او خارجها، ولا بسلوك نتنياهو على الارض، بل أن البعض قال بأن بنيامين نتنياهو هو الرئيس الأول في إسرائيل، رئيس الوزراء الأول في إسرائيل الذي يستخف بالدم اليهودي. إذا هناك توجهات استراتيجية، خطط استراتيجية، أهداف استراتيجية لدى بنيامين نتنياهو باعتقاد الصخرة التي ستتكسر عليها تلك التوجهات والأهداف هي فقط صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. ربما الدليل دكتور أحمد عدم يعني استبائه يعني بوجود القتلى، قتلى في جانب الأسرى، يعني في كل يوم تعلن المقاومة عن عدد من القتلى، أو في خلال هذه السبعة أشهر أعلنت عن عدد من القتلى الذين قتلتهم آلة الحرب الصهيونية بفعل القصف المتواصل، وهنا ما يثبت عدم يعني استباء نتنياهو لهذا الأمر، يعني أو يعني مماطلته في هذا الجانب. صحيح بكل تأكيد، وما تفعيل نظام هانيباعل، وهذا نظام هانيباعل يعني ملخصه جملة واحدة: قتل القتل الأسير والآسر، بمعنى بأنه إسرائيل تستخدم اليوم ومنذ اليوم الأول للعدوان ومنذ 7 أكتوبر تستخدم أسلوب هانيباعل قصف الهدف ايا كان متى كان مهما كانت النتيجه، ان كانت الضحايا من الاسرى ومن الاسرين، وهذا استخدم في اسرائيل. واليوم هناك الصحافه الاسرائيليه تتحدث عن مئات القتلى الاسرائيليين الذين سقطوا في محيط مستوطنات قطاع غزه وفي مدينه عسقلان ومدينه سديرود وبقيه المستوطنات بفعل طائرات الاحتلال الاسرائيليه. وبالتالي بنيامين نتنياهو حقيقه، وهذه ليست من باب يعني رسم صوره لبنيامين نتنياهو في العالم، هي حقيقه على الارض يلمسها ويعرفها الدارس للشان الاسرائيلي، وكذلك في اسرائيل الباحثون في اسرائيل يعود لهذه الجزئيه بشكل كبير، اذ ان الهدف الاسمى لدى بنيامين نتنياهو اعاد الى الاذهان فعل الحركات الصهيونيه قبل القيام وانشاء اسرائيل، والذي تمثل بتفجير السفن، تفجير سفن المهاجرين، مهاجمة القوات البريطانية بعد الانتداب في فلسطين، مهاجمة بعض الكنس اليهودية في أرجاء العالم خاصة الدول العربية. وبالتالي بنيامين نتنياهو يقدم نفسه اليوم كزئيف جابوتنسكي للعام 2024. زئيف جابوتنسكي كان بالعام 1920 إلى العام 1925. اليوم بنيامين نتنياهو يحاول أن يقدم نفسه للعالم ولليهود على وجه الخصوص على أنه زئيف جابوتنسكي الجديد. لذلك فكرة الأسرى أو حياة الأسرى أو سلامة الأسرى هي آخر ما يعني بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو وليس ذلة لسان، وإنما نمط وطريقة تفكير بنيامين نتنياهو هي التي تقول كذلك. قال صراحة أن الهدف من العملية العسكرية هو إلغاء وجود حماس، إنهاء وجود حماس، منع حماس من إعادة ترتيب صفوفها وهي التنظيمية والإدارية. وبالتالي فكرة الأسرى فيما يتعلق بنيامين نتنياهو هي فكرة هامشية جانبية، أتيحت عشرات الفرص من أجل التوصل لاتفاقيات، ولكن واضح بأن بنيامين نتنياهو ماض بمخططه الهادف أولا وأخيرا إلى التهجير. طيب دكتور أحمد، مسؤول أمريكي في تصريح أمس لوسائل الإعلام الأمريكية قال إن المفاوضين يحاولون حل خلافات مختلفة بشأن الصفقة
في اعتقادك دكتور أحمد، ما هي نقاط الخلاف التي يتم حلها من قبل الوسطاء؟ يعني وكان قد قبل أيام، يعني تم نشر أو يومين خلال الساعات الأخيرة تم نشر كل يعني بنود الاتفاق من طرف الوسطاء. يعني دعنا نناقش ببساطة كيف تتم الوساطة المصرية أو الوساطة المصرية القطرية. أولا تعرض الأوراق والاشتراطات والمطالب على الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي ينقح، يغير، يبدل، يضيف، يختصر منها ما يراه مناسبا، ثم يذهب الوفد المصري لقناعته التامة، لقناعة الأشقاء المصريين بأن الإسرائيلي لا يمكن أن يفرض عليه شيء، ثم تبدأ المفاوضات. وهنا أنا أستخدم مصطلح المفاوضات بين الوسطاء والمقاومة الفلسطينية وحركة حماس. إذن الورقة المصرية عندما عرضت على المقاومة الفلسطينية، على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهي حظيت بموافقة الجانب الإسرائيلي. إذن ما الذي تجدد لاحقا؟ ما الذي طرأ لاحقا لكي يتحدث الأمريكي أو غير الأمريكي عن فجوات في بين الطرفين؟ إذن هناك موافقة إسرائيلية مسبقة على الورقة المصرية، لاحقا أتت الموافقة المصرية. وعندما أعلن الأخ حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن حماس أبلغتنا عن موافقتها على الورقة المصرية، كان قد تحدث بأن الاتفاق وقف إطلاق النار الآن هو بين أيدينا ومسألة دقائق لا ساعات، على اعتبار بأن الموافقة الإسرائيلية تلقائيا موجودة. ولكن مرة أخرى هو بنيامين نتنياهو، لا نقول المراوغ وإنما الكذاب، وفي نفس السياق هو الصادق. الكذاب إذ أنه لا يريد الوصول إلى الاتفاق، والصادق هو علنية قالها أنني ذاهب إلى رفح للقضاء على ما تبقى من كتائب حماس ومنع إعادة ترتيب أمور أو أوراق أو ابن حماس الهيكلية داخل القضاء. وبالتالي هناك موافقة، هناك اتفاق مسبق نستطيع القول قد توصلنا إليه في ساعات المساء يوم الاثنين، ولكن مرة أخرى بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق. بنيامين نتنياهو لا يمكن له أن يسلم بعقليتها التي يحملها. وأنا أعيد وأكرر مسألة جابودنسكي وتصويب الخطأ الذي وقع عام 48 و67 واتفاق أوسلو. وبالتالي بنيامين نتنياهو حتى لو أحضر الأسرى اليوم لبنيامين نتنياهو، باعتقادي بأنه سيرفع سقفه بالمطالب وسيذهب بعيدا، نعم، وصولا إلى إفراغ قطاع غزة من السكان الفلسطينيين. نعم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي، فإن واشنطن قامت بتعليق إرسال شحنة أسلحة للكيان. كيف تقرأ هذه الخطوة من إدارة بايدن أستاذ أحمد شديد؟ يعني وفق ما أعلن أمريكيا على مدى 6 شهور الماضية أو 7 شهور الأخيرة، وفق ما أعلن، ونحن لا نتحدث عن معلومات سرية وإنما وفق ما أعلن عن لسان البنتاغون، الأسلحة التي وصلت إسرائيل من الإدارة الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية كفيلة بأن تمنح إسرائيل غذاء عسكريا لاستمرارية المواجهة والحرب ل6 سنوات وليس إلى 6 أشهر. وبالتالي أن يعني يقدم الجانب الأمريكي، أو أحيانا يحاول الجانب الأمريكي أولا أن يتلاعب بالألفاظ من خلال، على سبيل المثال، والله يقول بلينكين نحن لسنا مع عملية عسكرية موسعة، يعني أقلت ولكن شوية راعوا مشاعر العالم، والآن يتحدثون عن وقف شحنة سلاح 200 أو 300 قذيفة. باعتقادي هذا استخفاف بالعالم وبالرأي العام العالمي وبالطلبة الذين هم الآن يتظاهرون ويعتصمون في الجامعات الأمريكية. هناك شحنات سلاح وصلت إلى إسرائيل كفيلة بأن تمد أمد المعركة والمواجهة إسرائيليا إلى 6 سنوات قادمة. عندما يتحدث البنتاغون عن وصول 350 شحنة سلاح برا بحرا وجوا إلى إسرائيل، ويأتي يعني، وبالمناسبة العالم أغفل 350 شحنة التي أعلن عنها في الشهر الثالث أو الرابع للحرب، وتوقف اليوم عند شحنة خفيفة لا تقدم ولا تؤخر بالحرب. إذن هذا ذر للرماد في العيون، هناك دعم أمريكي بل أن هناك شراكة أمريكية واضحة في العدوان على الشعب الفلسطيني. نعم، ألا تراها دكتور أحمد يعني
دكتور أحمد، هل أنت في الاستماع؟ هل تراها دكتور أحمد لربما هذه الخطوة من إدارة بايدن هي محاولة لإرضاء الشارع الأمريكي، خاصة مع استمرار الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية حاليا؟ نعم، هذا جزء من أهداف، هذا جزء من أهداف الإدارة الأمريكية. أولا إسكات الشارع في الولايات المتحدة، والذي انتفض لأول مرة منذ أكثر من 55 أو 57 عاما منذ التحرك أو التدخل الأمريكي في كمبوديا. ولمن لا يعرف ذلك التحرك، عندما ذهب الرئيس الأمريكي نيكسون لاستخدام قواته العسكرية لمنع التواصل الجغرافي ما بين فيتنام وبقي وبعض البقاع من أجل الجغرافيا، من أجل محاصرة الشعب الفيتنامي، وفي حينه هبت الجماهير والطلبة في الجامعات، شلت الدراسة وتوقفت في أكثر من 400 جامعة ومعهد، وهذا حقيقة ما يحدث اليوم. وبالتالي الطالب في الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو حاضر في ذهنية بايدن وإدارته، خاصة ونحن على أبواب الانتخابات، وخوفا من امتداد التظاهرات كتغيير في حالة الوعي لدى الأمريكي، وهذا ما يخفى الإسرائيلي، وليس مسألة وقف مساعدة أو دعم الإسرائيلي. ما يخشاه الإسرائيلي من المواجهة، من الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والتي انتشرت عدواها إلى الجامعات في أوروبا، هو تحول في الوعي الدولي وخاصة الأوروبي والأمريكي تجاه إسرائيل وأمريكا. لمن يعني وبكل تأكيد الجميع يعرف بأن الولايات المتحدة هي الراعي الحصري لإسرائيل لهذا الاحتلال ولآخر استعمار موجود على وجه الكرة الأرضية، إضافة إلى مسألة المحاكم الجنائية والدولية التي بدأت تلوح بالأفق، إن كان ذلك من أجل أو ضد بنيامين نتنياهو وبعض أركان حكومته، أو مستقبلا ضد أركان الإدارة الأمريكية على اعتبار بأنه شركاء في الحرب على الشعب الفلسطيني من خلال مد الاحتلال الإسرائيلي في السلاح، والذي أعلنت عنه صراحة الإدارة الأمريكية أو وزارة الدفاع البنتاغون. وبالتالي هذه الفقاعات الإعلامية التي صدرت عن الإدارة الأمريكية يعني هي ليست أكثر من محاولة زر الرماد في عيون الطلبة الأمريكيين والأوروبيين، إضافة إلى بقية مكونات المجتمع الدولي الذي بدأ يرفع صوته، وإن كان هذا الصوت لغاية الآن لا يرتقي إلى مستوى محاسبة إسرائيل ورفعها ومحاسبة أركان الإدارة الأمريكية التي دعمت الاحتلال والعدوان بكل السبل. نعم، دكتور أحمد شديد المختص في شأن الصهيوني، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من الخليل، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، كانت هذه محطتنا لنقاش الأولى لنقاش هذا الصباح لمتابعة كل التطورات الحاصلة وضمن متابعتنا للتطورات والمستجدات في قطاع غزة ومنطقة رفح. كانت هذه محطتنا الأولى، نلقاكم بعد قليل في محطتنا الثانية والتي سنتحدث وخصصناها لملف الذاكرة وأيضا لليوم الوطني للذاكرة في الجزائر، بالإضافة إلى الذكرى 79 لأحداث 8 مايو 1945. ابقوا معنا.